شكرا جاد، وكل سنة وحضراتكم طيبين. تتوجه جموع الحجيج اليوم إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم في هذا اليوم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل الأيام، إذ يقف المسلمون في عرفات منذ طلوع الشمس حتى غروبها. هذا وقد أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنها ستستبدل اليوم كسوة الكعبة المشرفة، وذلك تحت إشراف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس. أعلن البنك المركزي المصري أنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442 هجرية، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من اليوم ولمدة 4 أيام، وبذلك تنتهي إجازة عيد الأضحى يوم الخميس المقبل، على أن يتم استئناف العمل بالبنوك صباح الأحد الموافق 25 من يوليو الجاري. يجتمع مجلس الأمن اليوم لإجراء مشاورات مغلقة بشأن الوضع السياسي في سوريا، من المقرر أن ينضم إليهم عبر الفيديو كونفرنس المبعوث الخاص لسوريا جير بيترسون لاستعراض قرار رقم 2585 بتمديد مهمة الأمم المتحدة الإغاثية في معبر باب الهوى الواقع على الحدود التركية السورية لمدة 6 أشهر حتى 10 يوليو 2022. يبدأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم زيارة رسمية للعاصمة الأمريكية واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، من المقرر أن يتناول اللقاء العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات في المنطقة. كما تشهد الزيارة عددا من الاجتماعات للعاهل الأردني مع مسؤولي الإدارة الأمريكية. نهاية موجز الأخبار، عودة لزملائي داليا وجاد.